بادرة طيبة لقت استحسانا كبيرا من طرف ساكنة المنطقة ديال عين الشق. الهدف الأول منها التعريف بضرورة إجبارية وضع الكمامات، الهدف الثاني احترام مسافة التباعد الاجتماعي، والهدف الثالث أنه المواطن خصو يخرج إلا للضرورة القصوى، وذلك حفاظا على صحته وصحة عائلته وصحة الوطن والمغاربة أجمعين. هذا هو الهدف من هذه الحملة، ونتمنى أن تكون هذه الحملة لقت واحد صدى طيب، وأن المواطنين استوعبوا هذا الهدف من هذه الحملة، ونتمنى إن شاء الله خالصين من الله سبحانه وتعالى أن يحد الله سبحانه وتعالى من هذه الجائحة الخطيرة اللي كتهدد بلادنا وكتهدد العالم أجمع وكتهدد الدول اللي في حاجة للنمو وكتهدد جميع صحة المواطنين والمواطنات. وكنتمنى إن شاء الله أن المغاربة يستوعبوا الفكرة ديال هذه الحملة ويحاولوا يضامنوا ويضافروا الجهود، كما نادى بذلك صاحب الجلالة في الخطاب الأخير ديالو بمناسبة ثورة الملك والشعب، أننا إحنا ماشي في الجائحة كنكذبوا على المواطنين، ولكن يرى جائحة حقيقية، المرض كاين، الناس خاصة تدير الكمامات، الناس خاصة تدير التباعد الاجتماعي، الناس خاصة تخرج إلا للضرورة القصوى، وهذا كله إلا طبقناه واستوعبناه راه غنحاولوا غنتمكنوا إن شاء الله أننا غنحدوا من هذا الوباء ونحدوا من الانتشار ديالو، وغادي نحاولوا نعاودوا عاوتاني إن شاء الله نبنيوا الاقتصاد ديالنا، لأن المغرب كتنتظروا مشاريع اقتصادية، كتنتظروا نمو اجتماعي، كينتظروا نمو اقتصادي، كتنتظروا واحد الطفرة على الصعيد الإقليمي والإفريقي. فنحاول أننا نأخذ بعين الاعتبار بالخطورة ديال هذا المرض من أجل الحد من انتشار الجائحة. وشكرا أستاذ.